مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من انفا سبور. حلقه اليوم غادي نخصوها للحديث على المشاركه المغربيه في الالعاب الاولمبيه، وكيحضر معنا في الاستوديو ريتسليت للضوء على الحدث اكثر الاطار الوطني والبطل السابق محمد المازوي الاطار الوطني في رياضه العاب القوى. سي محمد مرحبا بك معنا. شكرا على الاستضافه. مرحبا بك معنا سي مازوي، شكرا على قبولك الدعوه. لا بلا واجب هذا. سي مازوي، غادي نتحدثوا على المشاركه المغربيه في الالعاب الاولمبيه، وغادي نبداو بالتعثر اللي بينوا عليه المشاركين المغاربه. في البدايه ديال المشاركين المغاربه في الالعاب الاولمبيه كانت متعثره في مختلف الرياضات، باش كتفسر هذا الشيء؟ اولا باش المشاهد الكريم والناس المسؤولين على الرياضه الوطنيه وعامه سلطه الصحافه الوطنيه، هذا بالنسبه لي كان منتظر، ما كانش غريب، لان واحد القضيه بدات تشوف المصادر هاد المشاركه كانت تقريبا تيقولوا 19 رياضه، وهذا كاين رياضات اللي بصح ماشي ديالنا، حنا ما عندناش مقومات ديالها باش نشاركوا فيها، وجينا كملنا باش نتسموا راه عندنا اسمه. هو في حقه اولا علاش ما جانيش غريب، لان ما عندناش سياسه رياضيه، أو أول حاجة ما عندناش سياسة رياضية، أولا ما عندناش نتي تصور على المستوى نتي المتوسط البعيد. دابا تنشوفوا عام ليزولمبيك اللي فات، راه درنا واحد التقييم ودار ضجة في الصحافة كلها وداك الشيء. أش كان خصنا الدول اللي تتحترم راسها أش خصها دير؟ تدير تقييم قبل بدا، أول ما كانش تقييم بدا، ما بغينا تنتسنى شي ندوة صحفية من شي جامعة وتقول لك أودي أنا في حقها أنا خطأت هنا، أنا كان خصني ندير هاد الحوايج ما درتهمش، ولكن المستقبل إن شاء الله غنبداو من غدا بتتسالي الزولمبيك تنتسالي الحد، راه تني خصنا نبداو نوجدوا ربع سنين. واش عمرك بلي دازت ليزولمبيك الالعاب الاولمبيه، واش كاين شي جامعه دارت انت واحد اللقاء صحفي ودارت على الاقل انت هذا كما تقولوا تقييم العمل ديال؟ ما كاينش، كلشي سكت بما فيهم الوزاره الوصيه، مع كل اسف الوزاره الوصيه هي سكتات كانه شيء لم يكن، ولكن راه تخسروا الملاير، وهذاك الملعب محتاجين ليه، محتاجين ليه التعليم، البحث العلمي، محتاجين ليه نخدموا الناس، بزاف ديال الحوايج، ولكن حنا مساهمين، المغاربه حنا كمغاربه مساهمين من الضرائب ديالنا مساهمين، ولكن هو كاين تعثر. اربع سنين ما تكلمناش، تبقات شهر، بقات ست شهور فهمتي، وغنبين واحد القضيه على ليزولمبيه باش كل واحد نصفوه، بقات عام ليزولمبيه اش دار؟ نقول لك الدور ديالها، حيت بزاف الناس دابا تيحمل المسؤوليه للجنه الاولمبيه، لا هذا خطا. البيام لا علاقه له بالتهيئ، الجامعات هي تتحمل المسؤوليه. علاش؟ واللي تيحاسب الجامعات هي الوزاره المانحه، هي تتعطيهم فلوس، هي تتحاسبهم. جي بي دارت تدير مناح، دارت مناح اللي ربح، عطاتهم مناح، عاونات بعض العدائين اللي يقدروا، اللي فيهم الضوء يقدروا يعطونا ريزولتا. شي دارت لي 10000 درهم، شي حتى 4500 درهم، هذا هو الدور ديالها، ودارت مناح اللي ربح واحد الميدال عنده واحد 2 مليون درهم ولا داكشي، هذا هو الدور ديالها هو هذا. اما الدور ديال البريباراس الناس يعاودوا اليوم بحمل المسؤوليه، بدي حمل، لا ماشي الاولمبيه، الجامعات هي اللي تتحمل المسؤوليه، الجامعات هي اللي تتبريباري، هي اللي تتهيئ لنا العدائين. دونك بالنسبه لي هذا الشيء كان منتظر، اربع سنين وحنا ساكتين، تبقات ثلاث شهور فهمتي، ومشي للزولمبيك. السؤال المطروح، كاين شي جامعه قبل ما نمشيو على الاقل اش خصها دير؟ خصها دير واحد اللقاء صحفي وتكلمنا على كل رياضه، تقول مثلا الرياضه سواء البوكس ولا العاب قوى، تقول لك اودي غنشاركوا بعدد كان وانتي وراه ها فين وصلنا، هنا خفقنا ما قدرناش نوصلوا باش ناهلوا الابطال، هادشي واش هادشي دار؟ ما دارش هادشي. دونك ما كاينش الشفافيه، كلشي بقى ساكت لدابا تنطيح. انا ما تنعيبش على الرياضيين، الرياضيين ما علم والو، داكشي اللي عطيتيه ولدك الصغير، عطيتيه بغيتي ينمو، عطيتيه واحد الاكله، واحد البلاطو مزيان، راه تيكون بخير، عطيتيه خبز واتايب شي حاجه، راه تيكبر السيد، النمو ديالو تيكون ناقص، هذاك العداء داكشي اللي عطاوه راه هو. وزيد نكثر، واش عندنا اطور في المستوى العالي باش نمشيو للزولمبيك؟ هذا هو السؤال المطروح. خصني انا غنرجعو نتكلموا على الاطور فهمتي، والتهميش ديال الاطور، بزاف ديال الحوايج. دونك هذه بالنسبه لي انا كرياضي،
كانسان ولد الرياضه. انا دابا في العاب واحد العام 51 طالب 52 عام، دونك داكشي تعلمته اللي قريته اللي استفدت منه داكشي تيعطاني هاد الخلاصه بما هاد النتائج بالنسبه لي منتظره وواحد القضيه ونقدروا ننتظروا اكثر مع مرور الايام ديال الالم. سي مزاوي، في ظل ما كيتعيشوا هذه المشاركه هذه، بزاف ديال الناس كيقولوا ان يعني الالعاب القوى عندها قدره على انها تمنح المغرب ميداليه اولمبيه، كيفاش كتشوفوا الامر؟ واش الالعاب المغربيه قادره على هذا الامر هذا؟ لا ماشي قضيه قادره، هي العاب القوى ديما كانت قادره. دابا نتكلموا على احنا 24، هاد واحد القضيه هاد هاد هاد, هاد 24 خصك تسوليني على المشاركه قبل باقي ما نديروش التقييم ديال النتائج الحاصله حتى تسالي الالعاب الاولمبيه ويمكن نجيو عاوتاني هنا ونديروا التقييم الحقيقي ديالها. حنا دابا سؤالنا هو دابا احنا في اطار دابا في اطار المشاركه، باش هنا غنعطيك الدليل بما راه نعطيك واحد الواقع اللي واقع اللي حي دابا. الالعاب القوى المغربيه يلاه غتشارك ب 13 عداء 13 عداء فيهم خمسه ديال البنات وفيهم ثمانيه ديال الدراري، ويلا غنشاركوا في خمسه شو هذه المصيبه، خمسه المسابقات من 44 و 43 مسابقه. ثاني احنا بعاد فهمتي بعاد. وهاد 13 هاد 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 13 عداء فيهم سته في الماراثون، ثلاثه في ثلاثه، يلا درنا باش نعمروا باش نستمر عندنا. وهي في حقها على حسب النيفو ديال الماراثون، يلا خصي يشارك واحد اللي يقدر يدير مع 10 الاولين ولا خصنا نديوه، ماشي نديوه نقول نكملوا، لا خصو تجربه، هادو كلهم عندهم تجربه. راه كلهم كاين اللي شارك في شامبيون دافريك، كاين شامبيون دي موند، كاين اللي شارك في ليزولمبيك، ما عندنا سبه، دونك عنده تجربه. دونك احنا دابا كون حيدنا مثلا انتي حيدنا من السته حيدنا اربعه وبقوا على جوج، راه يلا غنشاركوا بثمانيه ديال 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 بتسعود ديال العدائين. وتا التروميستي تا هو غنشاركوا بثلاثه العدائين، ثلاثه عدائين ماشي في النيفو ديال مثلا تيندوف مثلا، راه شارك في ليزولمبيك، شارك في شامبيون دي موند، ومازال غنديوها ثاني. ما كاينش حظوظ، كاين الحظوظ، الحظوظ اللي وافره هي اللي كاين عند 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 بقالي، ولكن ما يمكنش عاوتاني ندرقوا انتي الشمس بالغربال، ما يمكنش. هذه هضره كيف اول مشاركه ضعيفه وضعيفه جدا. لا دابا حنا علاش ضعيفه؟ 13 وغندير لكم مقارنه ما بين المغرب وبين ما بين كينيا. 13 العداء شاركنا اكثر، اذا ماشي زعما حيدا عطرو ميستيف كاع اللي غنشاركوا في 400 متر بوحده 400 متر، وحنا كنا متواجدين في لي زولمبيك وفي في شامبيون دي موند ياك ولا لا. دابا اش كنخصنا على الاقل يكون عندنا ثلاثه ديال لي زاتليت. ونقول لك علاش 800 متر غنشاركوا بدري واحد، البنت غنشاركوا بنت وحده تعيش في فرنسا مع راجلها من كوت ديفوار ولا من سمو، ها وحده غنشاركوا في المي 5 بواحد. احنا الدوله مع كل اسف المغرب اللي كان ديما متوج في المي 5 وفي الساميل، ديما حنا غايبين في الساميل وفي الديميل ولاد وبنات، غايبين في المي 5 ولاد وبنات، هادو باش كنا تنمتازوا حنايا متي احنا غيبي. دونك حنا ما درنا والو، علاش نقول لك حنا ضعيفه؟ على الاقل اليوم كان خصنا نشاركوا بثلاثه بثلاثه وخصنا نكونوا في نايس. علاش؟ لذا المده ديال هذه الجامعه تعطات الوقت الكافي، عندها 18 عام 18 عام راه متي تنظر داز عندك شي حد هنا ولا شي واحد غيقول لك هذه المعلومه. 18 عام راه لاطليت واحد القضيه راه باش نوجدوا الاوج ديالو 8 سنين الخدمه 8 سنين. دابا حنا كون دابا كون هاد الجامعه دابا عند الوقت واحد الوقيته ملي الله جاو كيجيبوا لنا لا خصنا نصبروا عليهم بقاش ننتقدوهم، راه جاو ما لقاو والو. هذيك كذبه كبيره، ماشي ما لقاوها، لقيتي الساق ديال اولا هاد الجامعه جات ماشي ما لقات والو، لقات 24 ميداليه ديال في الاولمبيه، ولقات ساق ديال ساق تنقول لك انا ساق ديال لي ميداي في شامبيون دي موند، لقات راه كان 13 14 روكور دي موند، راه ماشي ما لقات والو، راه جات لقات واحد الارث، والارث ثقيل وجميل. اش خصني هي كانت تحافظ على الاستمراريه، وذاك الوقيته ما كانوش فلوس، راه ما كانوش فلوس، راه في العهد ديال الحاج بدوري واحد 898 هادشي اللي كان فهمتي. ولكن كانوا اولا كانوا الناس ديال الاتليتيزم، كانوا الاطور ديال الاتليتيزم اللي دابا هما تهمشوا، كانوا الانديه تتعطي، كانت الناس تبغي الاتليتيزم تخدم بينيفولا فهمتي، وهذا هو السر ديال الاتليتيزم. دابا هاد الجامعه 18 عام، هاد الجامعه هاد الجامعه اللي دازت دابا تتقول لك عندنا دابا دخلت هاد العام 12 مليار، ومع كل اسف تيقول لك بغينا نعرفوا، تيقول لك خسرنا 11 مليار و400 مليون.
11 ب 4 راه هادو فلوس كبار. انا نقول لك المواقعات مع الدول عندها خمسه ديال المراكز، خمسه ديال المراكز من 2012 لدابا، راه 10 سنين على الاقل. نقول 2012 من 11 دابا 11 عام عندها معهد الوطني لألعاب القوى، وعندها أكاديمية مسمينا أكاديمية محمد السادس من الأبطال. وتصور هاد وهادشي اللي عندنا حنا في المغرب، فهمتي، راه تقريبا 80% ديال الدول ما عندهاش هادشي. حنا كاين واحد البصمة ديال المال كبيرة، وكاين واحد البصمة ديال الناس ديال الأتيتيزم اللي ساهموا، اللي كان البرنامج ديال إعادة تهيئ ألعاب القوى. هاد إعادة الأيب مع كل أسف حنا ما ساهمناش فيه، دابا ساهمنا فيه كمشروع، ولكن اللي جا بعد جات الجامعه الجديده وقعت عطاهم كادو، انت عطاهم واحد الطور، انت واحد الطورطه اغلى طورطه في العالم، اللي عطاك 55 مليار باش تبريباري عندك لي مويه كلهم. نجي حنا ما درنا حنا دابا علاش قلت حنا ضعفاء، ماشي تنطلبوا دابا تنطلبوا باش نجيبوا لي ميداي، لا، على الاقل دابا 18 عام على الاقل خص يكون عندك بحال كاينه اربعه شاكي بروف، كل مسابقه يكونوا فيها اربعه ديال العدائين، وخصو يكون عند الماكسيم على الاقل فيناليست. دابا تنطلبوا يا ربي يعالجوا واحد القضيه، والخبر الاخر اللي نعطيه لك، هاد العدائين اكثر من 90% ما عندهم علاقه بلي سونتر، كل ما عندهم علاقه ديال الانديه وداكشي. ونعطيك كل واحد السميه ديالو مين جا شكون فين تكون وداكشي. دابا انت الجامعه هاد الجامعه على الاقل باش نقول لك المشاركه ضعيفه، باش جيتو نتوما 18 عام، كون جا عندكم الدري عنده 10 سنين 10 سنين دابا 18 عام غيكون عنده 28 عام، خص يكون بطل اولمبي. دونك المشاركه ديالنا ماشي ما تندوش النتائج، على المشاركه ضعيفه وضعيفه جدا على حساب هذا الشيء اللي متوفر للجامعه. باقي ما نقدروش نهضروا على النتائج لان الالعاب مازال مستمره. لا باقي مصابه، حنا ما تندخلوش للجامعه، ولكن دابا نقول لك انا ما يمكنش ننتظروا شي حاجه كبيره. عاوتاني انا واحد القضيه ماشي متشائم، دابا كاين بزاف الناس ما تعجبهمش هذه الهضره، مع كل اسف شغل هذاك ما تعجبوش الهضره، ولا لان هذه الدار ديالي، هادي الدار ديالي انا فين تربيت. انا باش نقول لك انا دابا انا اقل واحد في لاتيتيزم دابا طالع 52 عام، راه من 73 راه ماشي 72 73 راه ما راه عمر هذا. دونك انا اللي عندي حق نتكلم على لاتيتيزم، وعندي الحق ندافع عليها، وعندي حق ننتقدها وداك الشيء، واللي ما عجبوش عاد يقدم استقالته ويمشي بحاله. هذه الحقيقه. اما تنقول لك دابا النتائج، انا نقول لك دابا النتائج راه باش ما نبالغش في هاد 13 راه غنمشي معاك بعيد 80% راه ما كاين والو، غتبقى 20% وليا ما كايناش 20%، بعد غتبدا غيبان لك راه كداو 90% راه الريزولت. علاش ما تيعيبش على العدائين؟ انا غنجيك علاش ما تأهلناش، وعلاش انا بعد السؤال باش نخليك انت تعطي اسئله، علاش نقول علاش وصلنا لهاد الحضيض، علاش وصلنا؟ انا نعطيك علاش. سي مزاوينه درا لضيق الوقت ديال البرنامج ديالنا، الا طلبت منك دير مقارنه مقتضبه بين العاب القوى في امس والحاضر ديالها اليوم، شنو ممكن تقول لي؟ لا لا مجال المقارنه، مجال قلت لك انا اول ما العاب القوى من 2005 والفوق ما كانوش لي مويه بزاف، ولكن كانوا الرجالات، فهمتي، كانوا اوتور ولاد العاب القوى. واحد القضيه ما يمكنش انا واحد القضيه تخسر لك السياره في من غديها، شكون غيصوبها لك؟ الشخص اللي متخصص في اصلاح السيارات هو الميكانيسيان. حنا لا، السياره تنديوها للحجام، ما تنديوهاش تنديو الكوافور. مع كل هذه امثله، دابا العاب قوى الاطر كلها ما مشى، مع كل اسف اطر كبيره، اطر نعطيك مثلا مثال واحد صغير، انا الدكتور الهبيل خبير دولي تصور تيكون في 149 150 دوله، حنا هاملينو، حنا محتاجين ليه، حنا محتاجين ليه، محتاجين ليه باش نكونوا اطر. حنا ما ديناش، باقي نرجعوا لحلقه اخرى نتكلموا اطر، ما كوناش اطر ها وحده، فهمتي اللي رسموا، وواحد القضيه وهمش الاطر اللي عطات نتائج لولاد الحرفه. شكون اللي تعهى ولاد الحرفه هما ماليها؟ هذاك ولد الحرفه واخا ما يكونش قاري دير لي فورماسيون شويه غيمشي. نعطيك مقارنه ماشي ديالنا حنا، مقارنه لا مجال مقارنه، كانوا الرجالات، كانت تضحيه كبيره، كان عمل، كان العمل كبير، كانت الانديه عندها لا فولونتي. دابا الناس كلها ملات وهربات،
مع كل الاسف. وواحد القضيه ما كانش البنيه التحتيه اللي كانت دابا، ما كانوش لي سونتر، ما كانش لي مويان. شي كون ديك الوقت هاد لي مويان كاينين، كون حنا غرقنا كره بحالنا بحال كينيا اللي خصنا نديرو ما بيننا وبين كينيا. واخا كينيا دابا اللي البيجي ديالها نشوفو تقريبا الشهر اللي فات تنشوفو البيجي يلاه شي 900 مليون مشاركين في جميع المسابقات باربعه اربعه اربعه ثلاثه اربعه جميع الدومي فون اللي هما ممتازين فيه. ولكن اسمو الجديد هما ولاو غيشاركوا في 100 متر، و100 متر يقدروا يبقاو فيناليست، غيشاركوا في 400 متر 400 متر مستوية، وغيشاركوا في 400 متر هي فهمتي 400 متر حواجز، وغيشاركوا في 4 فوا 4 في التناوب 400 4.400. دابا تصوري دابا شو كينيا وغيشاركوا في الجابلو، والجابلو يقدروا يكون ميداي. دابا شوفي دابا الناس مابقاش في دومي فوق مشات بعيد. حنا في كنا تنمتازوا اللي كنت عندنا حنا مدرسه، حنا كنا الملوك ديال 1500 فهمتي، وعندنا ركور دي موند في 10000، عندنا ميور كان عندنا ميور بيرفورمانس دي موند 5000 ديال الحلافي. دابا فين حنا؟ هذه المقارنات. دابا اللي بغى يجي يناقش ما يجي يناقش، يدير طاب روند يناقش، نتكلموا على العاب القوى. دونك انا عطيتك المقارنه، كينيا ما عندهاش فلوس فين وصلت وشنو زادت. حنا قديما كانوا عندنا اللي ماشي اللي عندنا حنا واحد القضيه، الناس تيستمروا انت في البشر ماشي في الحجر. حنا استمرنا نشوف الحجر ولكن همنا البشر. سي معزاوي شكرا لك على التوضيحات اللي قدمتي لنا في حلقه اليوم، وشكرا على تلبيه الدعوه. شكرا، احنا راه الاشاره. بارك الله فيك سي معزاوي، شكرا. نتمنى ان شاء الله بتسلي على القوى نجيو نديرو تقييم حقيقي ونتكلموا على الواقع ديال الرياضه في مشار الرياضه عامه في المغرب ان شاء الله. اكيد سي معزاوي، مرحبا بك معنا ان شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه الحلقه، الى اللقاء في موعد جديد.